Amar Aydara, 20 ans, milieu de terrain de l'âge douane. Allez, c'est parti. الاسم احمد والكول الملقب بوبو من مواليد 89 بتيارت مدرب نادي الجمارك. فعلا هذه المباراه ينتظرها الناس كامله لانها ضرك بين متصدر الدوري ولو بشكل مؤقت مع ثاني الدوري في ذا الموسم وبطل الدوري الموسم الماضي، وبالتالي الناس كامله تنتظرها وراجعين عند مولانا على انها تخرج بالصوره اللي تنتظر الناس من جميع النواحي خصوصا النواحي الفنيه، ونعتبروها فعلا بما انه نهائي لا بد يعد فم فائز وفم خاسر غير بالنسبه لي انا الرابح الكبير لكره القدم الموريتاني. Moi je crois que c'est une grande fierté d'abord de jouer une finale, surtout de jouer ça avec l'AS Douanes, un club qui me tient vraiment au cœur parce que on a un coach vraiment qui sacrifie pour nous, donc cette finale nous tient vraiment au cœur. صراحة شعور جيد لأني كيف ما قلت 2013 فزت به كلاعب وكان موسمنا الثاني نحن زمزم، دي السنة ملي الموسم الثاني لي في دوري درجة أولى كمدرب، وإن شاء الله يوفقنا مولانا ملي نفوز فيه كمدرب في الموسم الثاني إن شاء الله. Moi je pense que ça sera une finale qui va répondre à toutes tes attentes parce que c'est les deux meilleures équipes du championnat qui vont se confronter. Donc on peut s'attendre à une finale très spectaculaire. Je pense que ça va impacter sur la finale parce que depuis le début du championnat, on fait de très bons résultats. Et puis, je pense que ça va impacter sur la finale, Inch'Allah. صراحةً قد نعود الأيام التالية عشنا شوي من قلة التركيز نظراً الإصابة اللي تعرض لها كما تعرف زميل اللاعبين في الفريق اللي هو محمد المختار اللي بالمناسبة تمني له إن شاء الله الشفاء العاجل والتام. كيف ما نعرف عن تتمنى له الناس كاملة، والحمد لله نعرف عن قدر الله وما شاء فعل. في الأخير نحن مسلمين، يلا نآمنوا بالقدر كامل. من مرة مباراة كينجز أعطينا نهار راحة، استأنفنا التدريبات أمس، والحمد لله درك نحضروا للنهائي الحمد لله بكل تركيز، لأنه كيف ما تعرفوا كل لاعب يتمنى على النعودة في المباراة النهائية، وبالتالي اللاعبين درك نتمناو نحن والله ظاهرنا نحن على انهم في اتم الجاهزيه وتركيز عالي الحمد لله مع فم اصابات لحد الساعه، ومازالوا لنا نهارين قبل النهايه، وبالتالي نشوفوا على فم ياسر من اجواء المراحل التدريبات، وبالتالي اهم نقطه على فم تركيز عالي هذا هو المرض. با جو سي با ترو بوتيتر جو بانسي ا مون امي كي ا لوبيتال مختار. Prions pour lui d'ailleurs, pour qu'il se lève, Inch'Allah, et qu'il retrouve sa forme, Inch'Allah. تبليك بصورة عامة نختار نقولهم على أنهم يا الله أولا يحضروا ويعود ملي فهم ياسر من تنظيم وياسر من ياسر يعني من الروح الرياضية سواء من في الأخير من اللي يعود فايز يجوا يشجعوا يعني ذي فرصة لهم ياك يحضروا مباراة نهائية الحمد لله بذا الحجم بين فريقين غير كي قد يعودوا هما الأفضل على الساحة مع كامل الاحترام للناس الأخرى من حيث النتائج، وبالتالي تجي الناس تشجع مع نختار وتتفرج، يسوى جماهير في سان واديبو يسوى جماهير الجمارك يعيشوا الحدث، يعود فم المهم يعود الاحترام فم هو السائد، ما يزرقوا لباش في تيران ما كلها يقول ذوك العبارات اللي مو صالحين، يعرفوا على في الاخير كيف ما قلت الفايز هو كره القدم الموريتانيه، يعني يخرج النهائي بصوره حسنه الفايز في الاخير لا فوتبول موريتاني، وبالتالي كيف ما عشنا الافراح الزمن التالي والناس كامله في بلاد عند كاليفيكاسيون ليكيب ناسيونال اختاروا هما اللي يفهموا نفس الشيء على انها مباراه من 90 مينيت ولا 120 مينيت ولا تشيروبي في الاخير روح رياضيه هي اللي نختاروا تفوز، نختاروا يجوا بكثره وكلها يشجع نادي ان شاء الله. Pour le public, je dirais de venir nombreux nous supporter parce qu'on aura vraiment besoin de leur support. Donc on attend qu'ils soient nombreux le jour de la finale pour nous soutenir, Inch'Allah.